فخص التمر بانه من السوبر فود، برضو بنسميه من الاطعمه على رؤوس الفواكه الاخرى، لان سبحان الله غني بكل ما يحتوي جسم الانسان. لذلك المفروض ان الصائم اول شيء بياكله هو التمر، لانه بيعوض فورا الفراكتوز، بيدي السكر بس طبيعي للمخ وينشط الكبد بحيث انه يستعد بقى للطعام فيما بعد، يتناول الطعام بعد ما يصلي. فاذا بيعوض الجسم فورا بالنقص اللي كان فيه من ناحيه البلاد شوجر، السكر بيكون نقص فورا، الفاكتوز بيرفع السكر. هنعمل مقارنه بسيطه ما بين السكر الصناعي وما بين سكر التمر. ليه بنقول ان احنا المفروض نستغنى عن السكر الصناعي، وازاي ان هو من احد السموم، وازاي ان هو يعني فعلا سموه بويزن، يعني ضار جدا بالجسم. يكفينا ان هو بيزود حموضة الدم، وعشان نعادل حموضة الدم شيء خطير جدا بيحدث، بناخد كل الكالسيوم اللي في العظم، بالتالي يحصل هشاشة والأسنان يحصل فيها طبعا مشاكل، كل ده عشان نعادل هذه الحموضة. يعني السكر هو السبب الرئيسي في الهشاشة، ده أول أضراره. نمرة اتنين، وجد التركيز بيقل تماما. الطاقة زي ما الناس فاكرة ناخد حاجة مسكرة عشان نرفع الطاقة، لا بالعكس، ترتفع الانرجي فعلا، يبقى طاقة مؤقتا وبعدين هبوط تام. السكر بيعمل اكتئاب، السكر بيعمل مكان مناسب لانتشار السرطان، لأن بيزود حموضة الدم، والسرطان ده مكان ملائم جدا لانتشاره. احنا عايزين يبقى الدم قلوي، لا هو بقى يعمل العكس صحيح. غير ان الجهاز المناعي بيتاثر بالسلب بسبب تناول السكريات. والاخيرا في عقاب لكل من يعني يحب السكر، اللي هي عمليه الكريفنج اوف شوجر، عمليه ان هو بيبقى عنده سويت توث، ان هو دايما بيدور في الحاجه الحلوه. يعني السكر بيطلب السكر زي ما بنقول، فبيصبح يحب السكر، يدوبك يبتدي ياكل يقول عايز سكر تاني. وهكذا الاطفال بنلاحظ ما يكتفيش ببونبونية، لا عايز اكتر وهكذا. فدي طبعا عادة سيئة، وبتؤدي طبعا الى يعني اكثر من شيء مضر لجسم الانسان. فالاولى ان احنا نوقف السويت توث دي من البداية، من هو في صغر السن ما نعودش الاطفال على السكر الصناعي. طب ايه البديل؟ عندنا التمر، ده حديثنا اليوم. يبقى اذا انا هحضر من التمر البديل للسكر، وهو ما يسمى بدبس التمر. ايه دبس التمر ده؟ عبارة هناخد التمر نشيل منه النواة، وبعدين نحط قليل من الماء ونسيبه يستوي على نار هادية لغاية ما يبقى زي العجين كده، ونحطه في برطمان ونشيله. هو ده مصدر السكر، نعمل بيه الكيك، نعمل بيه اللي احنا عايزينه، رز بلبن، نحلي بيه اي حاجة احنا عايزينها. اجي ده بديل، يعني وصفة بسيطة بتسمى دبس التمر. او التمر نفسه زي ما هو بنحلي بيه، برضه بنحطه في الكيكس زي ما هو. وفي وصفات كتير، الموضوع عايز وقت عشان نشرحه. طيب يبقى ده على الاقل التمر جاي يعلمنا ان احنا غذاء الاطفال كبار السن، بيته ليس فيه تمر جاعوا اهله، يعني معناها كل اعمار البيت مفروض يتناولوا التمر، الا طبعا لو كان مريض السكر يبقى هنا بايه بحذر يتناول التمر. لكن اللي عايز انرجي، اللي عايز طاقه، هنشوف مع بعض فوائده العظيمة. اللي عايز كل المعادن، اللي عايز كل الفيتامينز، اللي عايز نشاط في الكبد، هنشوف مع بعض فوائد عظيمة جدا. أول حاجة إن هو غني بالأنتي أوكسيدنتس، وشرحنا إيه الأنتي أوكسيدنتس قبل كده، المواد المضادة للأكسدة اللي بتعادل الشوارد الحرة اللي هي الفري راديكلز، يعني بتؤخر الشيخوخة المبكرة للخلايا، بمعنى كده بيحافظ على كفاءة جميع خلايا الجسم. إيه هذه المواد؟ الفلافونويدز، زياكسونكسين، الانثروسيانين، البيتا كاروتينويدز، كل ده سبحان الله مواد انتي اوكسيدنت هامه جدا. لما نلاقي ان في مجموعه زي ما شفنا، مجموعه لها الوان وممنوعه من الانتي اوكسيدنت، مش نوع واحد، لا ده مجموعه كامله متكامله. اذا هو حطوه تحت اسم الكانسر فايتنج فود، يعني بيحارب السرطان.